بيبدأ فيلمنا مع شان اللي بيكون في مركز لتعليم السباقات وبيفضل يتعلم ازاي يسوق في العربيات السريعة. وفي يوم من الايام اثناء ما شان بيصلح عربيته بيشوف واحدة غنية اسمها مايا، ولما بيسألها هي عايزة ايه بترد عليه وبتقوله انها بتدور على الحلق بتاعها. وفعلا شان بيقدر يساعدها وبيجيب لها الحلق، وبنروح للمتسابق كوجر اللي بينادي على المساعد بتاعه بيتي وبيسأله لو يعرف حاجة عن توني، ولكنه بيقوله لا. وبنعرف ان هما بيراقبوا شخص اسمه توني، وساعتها بيأيد كوجر بيتي بالعربية وبيفضل يعذبه لحد ما بيموت، لانه اكتشف انه الجاسوس ما بينهم وانه في الحياة ملازم. وبعد كده بيستلم كوجر اسلحة وممنوعات، وبنعرف ان وجهته الجاية هي هونج كونج وانه عايز يسابق هناك. ولما بنرجع للورشة اللي بيشتغل فيها شان بنشوف ان اخته بتيجي من المدرسة، ولكن في ناس بتضايقها، وساعتها بيجي ليهم شان وبيقدر انه يضربهم كلهم. وبعدها بيجي له شرطي صديقه وبيقوله ان والدك بيقول لك تعالى النهاردة بالليل لمكان معين علشان في سيارات سباق كتير هتوصل علشان تتصلح. وفعلا بالليل بيروح شان لوالده، واثناء ما بيتفقدوا العربيات بنلاحظ عربية سريعة بتخترق كمين الشرطة، وبتكون السيارة هتخبط شرطي مرور، ولكن شان بيقدر ان هو ينقذه في اخر لحظة. ولما بيروح لقسم الشرطة بنعرف ان الشخص اللي كان سايق سيارة سودا واخترق الحاجز هو كوجر، واللي بيكون سواق درجة اولى وقاتل. ولما بنرجع لشين وعيلته بيقول لوالده ان الشرطة اتصلت بيه وعايزين مننا نكون على الطريق اللي هيعدي منه المجرم كوجر النهاردة علشان نعرف نوع السيارة بتاعته. وفعلا بيكونوا منتظرين في عربيتهم، وبنشوف صحفية اسمها ايمي موجودة في المكان عشان تغطي الحدث، ولكن اثناء طريقها مع المصور بتعطل عربيتهم. وساعتها بتيجي عربية شان وابوه بيوقفوا من المصور، ولما بينزلوا ليه بيعرفوا ان العربية مفيهاش بنزين فبيعبوها له. واول ما بيبقى شان هيطلع من السيارة بيلاقي سيارة كوجر جاية ناحيتهم، فبيركب السيارة مع ايمي وبيطارد كوجر اللي بيبقى سريع جدا. ولما بيبقى شان وراه بالظبط بيقف جنبه كوجر، وبنعرف ان هو عايز يتسابق معاه. وفعلا بيبداوا في السباق، ولكن كوجر بيفضل يخبط عربيه شان اللي بيقول لايمي تتصل بالشرطه وتقول لهم على مكانهم. وفعلا هي بتعمل كده، وده اللي بيخلي الشرطه يروحوا للمكان ويحطوا اسلاك شياكه في الطريق. وبنشوف ان شان بيجي ورا عربيه كوجر وبيفضل يزوق علشان ما يوقفش لحد ما بيخليه يمشي على الاسلاك الشائكه وبيخبطه في عربيه للشرطه، وده اللي بيخلي الشرطه تقدر تقبض عليه، وبيكون شان في المكتب علشان يشخط ضده. ولما بيدخل ليه كوجر بيبقى متضايق منه وبيقول له ان هو عايز يسابقه، ولكن شان بيرفض. فبيجي ليهم النقيب ستيف ومحاميه كوجر، وبيبقوا عايزين يعرفوا من شان هل كوجر هو اللي خبط موتوسيكل ظابط المرور ولا لا، ولكنه بيقول ان هو ما شافوش وهو بيخبط الظابط. ولما بيرجع شان البيت بيلاقي ايمي بتصور كل حاجته مع اهله علشان تتكلم عنه في الجرايد والتلفزيون بصفته كان شجاع وقدر يقبض على كوجر، ولكنه بيتضايق منها وبيقولها ان هو مش متسابق وانه مش عايز الناس تعرفه. وبعدها بفتره بتيجي عصابه تبع كوجر لشان وبيضربوا رجالته وبيعرضوا عليه فلوس علشان يقول للشرطه ان كوجر بريء، ولكنه بيرفض وبيتعارك معاهم. وبيقدر يضربهم كلهم واحد واحد وبيطردهم من المكان. وبعد كده بيروح لقسم الشرطة، وبنعرف ان كوجر كان هيتم الافراج عنه، ولكن شان بيجي مع نقيب ستيف وبيقول ان هو شافه لما كان في العربية وخبط موتوسيكل الشرطي، وده اللي بيخليهم يسجنوه تاني. ولما بيروح للمحامية بتاعت كوجر بنعرف انها حاطة في سنانها جهاز تصنت، وبتروح على اساس تزور كوجر، ولكنها بتقول لرجالته على كل العقبات اللي هتواجههم. وفعلا اول ما بتوصل لكوجر بيبداوا رجالته في قتل الضباط وبيقتحموا السجن، وبيقدر كوجر يخرج من الحبس، ولكن بيفضل النقيب ستيف يضرب نار على رجال العصابه لحد ما بيقدر يقتل حبيبه كوجر، ولكن العصابه بتقدر تهرب من المكان. وبعدها بيتجهوا للمكان اللي عايش فيه شان وعيلته، وبيقدر كوجر انه يشيل الحاويه اللي نام فيها شان بالرافعه وبيفضل يمخمط فيه يمين وشمال، وده اللي بيفضل يصيب شان باكتر من اصابه. وبعد كده كوجر بيخبط حاويه شان ببيت عيلته اللي بيتصابوا حتى هما من اللي بيحصل، ولكن شان بيقدر بعجوبه انه ينط من الحاويه بتاعته لبيت اهله وبيحاول ان هو ينقذهم، ولكن كوجر بيرفع حاويه شان لمسافه عاليه وبيسيبها مره واحده علشان تقع على بيت اهل شان.
وفعلا ده بيحصل وبيتدمر البيت، وبيبقى شان وابوه واخواته مصابين جدا، وبيجي لهم كوجر وبيقول لشان انه عايز يسيبه، وبيخطف اخواته علشان ما يرفضش، وبيعرفه ان السباق هيكون في اليابان. وبنشوف ان شان وابوه بيتنقلوا للمستشفى، وبيجي ستيف لشان وبيساله هو كوجر ما قتلكش ليه؟ لانه كان يقدر يخلص عليك. فبيدعي منه شان وبيقول له انك اناني وبتستخدمني، وان عيلتي كلها اتضرت بسبب انك قلت لي اشهد في القضيه. ولكن الدكاتره بيدوا ليه مهدئ. وتاني يوم بتروح ايمي لشان اللي بيكون شغال في الورشه، وبيكون حزين جدا من اللي حصل، وبتحاول انها تواسيه، وبتقول له علشان تنقذ اخواتك لازم انك تعمل سياره سريعه وتكسبه. وفعلا شان بيبدا مع زمايله يشتغلوا على السياره، وبيقدروا ان هم يعملوا العربيه، وبيركبها شان وبيجربها، وبتكون سريعه جدا. وفعلا بيسافر لليابان مع ايمي، وبيحاول ان هو يتدرب على السباقات، ولكنه بيكون لسه مبتدئ. وبنشوف ان ايمي بتصور اللي بيحصل، وبتتفاجئ بوجود رجال العصابه في المكان، فبتركب موتوسيكل وبتراقبهم، وبتكتشف ان في شخص واقف مع المجرم كوجر، وبيبقوا مأيدين اخوات شان. وساعتها بتتصل بشان علشان يجي لها، ولما بيجي ليها بتقوله على مكانهم، وبيبقى مكتوب للرجال فقط. فبتستنى ايمي بره، وبيدخل شان، ولما بيلاقي رجال العصابه بيسال على اخواته، ولكنهم بيمسكوه، وبيفضل راجل منهم يضربه، بس شان بيقدر يهرب منهم، وساعتها بتسيبه العصابه، ولكنه بياخد مطرقه من اللعبه وبيكسر المكان علشان يضايقهم ويطردوه. وفعلا بيعملوا كده، وبيقدر شان انه يضربهم كلهم واحد واحد، ولما بيطلع فوق يافطه من الكور بتكون هتقع، ولكن بيطلع مع شخص، وده اللي بيخلي اليافطه تقع مع كل الكور اللي فيها، وبيكون شان تعبان جدا. ولكن بيجي له كوجر وبيدي ليه واحده من اخواته، وبيقول له ان السباق هيقام بكره، وانك لو كسبتني هدي ليك اختك التانية، اما لو خسرت فهقتلها. وتاني يوم بيكلم شان المسؤول عن السباق، اللي بيقول له لو اكتست الاختبار في اقل من 40 ثانية هتفوز. وفعلا بيركب شان سيارته وبيبدأ الاختبار، وبيقدر ان هو يفوز في 37 ثانية، وده اللي بيخليه يتأهل للسباق اللي فيه كوجر، ولكنه بيتشتت فبتخبط في سيارة تانية، وبتتقلب عربيته وبتنفجر، وبيخرج منها شان وبيطفوا زمايله، ولكن بتكون العربية اللي تعبوا فيها ولعت وباظت، وبيقول له المسؤول عن السباق ان هو مش هيقدر يساعده. ولكن تاني يوم بيجي شخص لشان وبيقول له ان هو يشارك في السباق، ولما بيخرج بيلاقي سيارات سباق كتير بيقدر يختار ما بينهم، وبتكون اللي عملت كده هي مايا اللي ساعدها شان في الاول. وفعلا شان بيشكرها جدا، وبيلبس علشان يبدا السباق، وبيركب العربيه اللي هو اختارها. ولكننا بنعرف ان كوجر بيقول لعصابته تقتل اخت شان، واثناء طريقهم ليها بينفجر المكان فيهم، ولكن اخت شان مش بتتضرر. وبنعرف ان اللي قدر يعمل الانفجار ويدافع عن اخته هو النقيب ستيف. وبنرجع لكوجر وشان اللي بيتجهزوا وبيبداوا فعلا في السباق، وبتكون ايمي حاضره اللي بيحصل. وبعد اكتر من لفه بيتقدم شان في المراكز، وبيبقى ورا كوجر مباشره في المركز الثاني. وبنشوف ان في سيارات سباق كتير بتتدمر، وفي اخر لفه بينجرفوا هما الاثنين بره مدار السباق، وبيحاولوا ان هما يخرجوا سيارتهم من الحجاره، وبيقدروا يخرجوا في نفس الوقت، وبيبقى شان سايق بالوراني. ولما بيخلص السباق بنعرف ان شان قدر يفوز على كوجر بفرق بسيط جدا. وساعتها بيفضل يسال شان كوجر فين اختي، ولما مش بيرد بيضطر ان هو يخبطه، وبيخلي سيارته تتقلب. ولما بتبدا عربيته تولع بيخرجوا شان علشان يتقبض عليه ويعترف بمكان اخته، وبيقول شان ليمي ان هو بيحبها.